بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، حلقة بداية الأسبوع. طبعا الكل متابع على السوشيال ميديا الخاصة بقناة النادي الأهلي موضوع حوار هيكون مع أحد النجوم الكبار الحقيقة اللي هيكونوا موجودين معانا إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. طبعا احنا حطينا بوست كده على الفيسبوك يعني أو على كل مواقع التواصل الاجتماعي، سألنا مين الضيف البيت الكبير لأول مرة في قناة النادي الأهلي. طبعا الكلام ده مش هيكون النهاردة، الكلام ده هيبقى يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله، هيكون ضيفنا هذا النجم. ناس كتير الحقيقة توقعت صح وناس لأ، ومنتظرين لسه مشاركاتكم وتوقعاتكم، ولكن الحلقة إن شاء الله هتكون يوم الأربع القادم، وإن شاء الله إن شاء الله هتكون حلقة مميزة جدا وفيها كلام مهم جدا جدا عن ضيفنا اللي كلنا بنحبه، كلنا بنحبه وكلنا مستنيينه وحاجات كتيرة جدا جدا جدا. لكن الحقيقة عايز أقول لحضراتكم أن أنا بشكركم جدا جدا من قبل ما الحلقة دي تتعمل أو من قبل ما الحلقة دي تتعرض إن شاء الله يوم الأربع اللي جاي. مرة تانية، إن شاء الله يوم الأربع اللي جاي هذه الحلقة سيتم إذاعتها يوم الأربعاء القادم.